نازعتني نفسي أن أتحدث عن جزئية متعلقة بهذه الآية في وصف من يعمرون بيوت الله عز وجل، وهي الخشية من الله. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة التي يبين لنا فيها من يعمرون بيوت الله عز وجل، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: ولم يخش إلا الله. خصلة أو صفة الخشية من الله سبحانه وتعالى، ما معناها؟ وما السبل التي توصلنا إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ وما ثمار هذه الخشية؟ ما ثمار الخشية من الله سبحانه وتعالى في سلوك الأفراد وفي المجتمعات؟ الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المؤمنون، كما تعلمون، بيّن في كتابه الكريم فضل الخشية منه، ووعد بالمغفرة والثواب والجنة لمن يخشونه. فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن يخشاه بالمغفرة وبالأجر الكبير. وفي الآية الأولى وعد بالجنة التي تزلف للمتقين. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن هذا الكتاب الذي هو دستور هذه الأمة والباب الموصل أو الوسيلة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة، إنما ينتفع بها من يخشاه سبحانه وتعالى. فقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. وقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقال أيضا في آيات أخرى ذكر الخوف لا الخشي، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فما الخوف وما الخشية؟ الخشية اختلف العلماء في تفسيرها، لكنهم اتفقوا على أن الخشية أخص من الخوف، فالخشية خوف يشوبه تعظيم، أو هو مقرون بإجلال كما يقولون، أو الخشية تألم القلب من توقع مكروه يقع في المستقبل، إما لذنب ارتكبه العبد، وإما لمعرفته بالله سبحانه وتعالى. فالخوف إذن فالخشية خوف يشوبه تعظيم، يشوبه إجلال، ويكون عن معرفة.